التقى القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول محمد زكي مع وزير الدفاع الكيني ادن والي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا واكد القائد العام للقوات المسلحه على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحه المصريه والكينيه في العديد من المجالات التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي السيد ادم بارلي وزير دفاع جمهوريه كينيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت مراسم استقبال رسميه بمقر الامانه العامه لوزاره الدفاع وعزفت الموسيقات العسكريه السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز علاقات الشراكه والتعاون العسكري والامني بين البلدين كما تم التطرق الى تطورات الاوضاع الراهنه على الساحتين الاقليميه والدوليه وانعكاساتها على القاره الافريقيه واكد القائد العام للقوات المسلحه على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحه المصريه والكينيه في العديد من المجالات فيما اشاد وزير الدفاع الكيني بالجهود المصريه لارساء دعائم الامن والاستقرار داخل القاره الافريقيه معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التنسيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركه لكلا البلدين. حضر اللقاء الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وعدد من قاده القوات المسلحه لكلا البلدين.